بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الورد والفل والياسمين، عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم يا صديقاتي وأخيرا يا البنات ماشي الحمام، وأخيرا بعد عامين من اللي بدأ الوباء، الله لا عاد يعيد علينا، ما دخلتش الحمام. فاليوم بشوفونا نحضروا في روحنا روتين نهار اليوم متاع نهار الحمام، وهيك كل حاجة شاركتها معاكم. شنو طيبنا فطور الصباح، كيفاش عدينا النهار، شنو الصبغة اللي عملتها لشعر ماما، صبغة طبيعية. الحاسيلو هاكم معنا في فيديو اليوم، وان شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل. بنات ماما باش حضرنا العصيدة اليوم، الحاجات العربية ضم راني مانيش انا وياهم، مانيش ناجحة فيهم 100%، يمكن نعاونها في التعصيد. هنا حطينا الماء يغلي، غلا الماء، ولت ماما حطت الملح، وني حطت تزيد شوية مش برشا معناتها الملح. وباش نعصدوا توا بحداكم العصيدة وتشوفوها طريقتنا. جبتي واحدة واسعة خيط صبوا فيها باش تخلط الثاني تنقل. هذه الفارينة البنات، اي تحبي تزيدي تغرب ليه عاودي غرب ليه. لا عملي قد ما تحبي انت، قداش باش تعملين خاطر عصيدة قوية تاع الحلو. خلطت ماما العصيدة مع بعضها، هو البودر مع بعض والفرينة والخليط متاع العصيدة. توش هتعملي ماما؟ نتعلم انا. اي باش نصب الواحد باهي ماما، تو باش تنقص قلتلكم الماء. ردي بيك تتحرقي ماما، هاتك نورمال ماما مع الماء السخون عادي. نقص على الاخر القات، وهاي تو باش تبدا تحط ماما في العصيد. هاتي ماما نشد لك انا، هاي صبي صبي باش فيك. ها هاني ماما، زيدي هنا ماما، زدت شويه فرينه مش فيها شوي زيت. تمام نعطيك شوي زيت، نعطيك شوي زيت، شوفوا كل واحد وطريقته. هاتي نشد لك هيك ماما، هي نشد لك انا كسرون. ها انتي هذه هي اللي ما قدتهاش انا نتاع تصيد. تبقى تحل فيها ماما، حتى لين تتحل بكلها البنات. ترى نطيب هاي، شفتوا كيفاش تبدو تحلوا وكلك عابر تتحل، كي تتحلك عابر هي طيب، هي تتجانس مع الماء والطيب. من قبل ما تاكل نحبها انا العصيدة، اما ما نعملهاش خاطر ما نعرفهاش نعملها، حاجه اللي ما نعرفهاش نقول عليها الماما. ولا على يجي نهار ونتعلم. ريتو قداش هسوب لتو ديما تنقصي الماء وتبدي تزيدي الماء من بعد بشوي.
يسالش حتى كان بقى لكم في الاطراف الفارينه مش مشكل. قعد لك ماما في الطرف من غديك الفارين شي ها وين تلمها ماما ما يقلقهاش. تقعد كيكة تلم 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 لين الطيب لين هي تشيح. شفتوا منظر تخلوها شويه توا تشيح وبعدين نزيد دلكه اخرى. ريحه الحشيش طالعه طالعه ما نحكي لكمش على ريحه الحشيش. توقتك ماما يزه شفتوا تبدا يقول تشك 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 معناتها راهي طابت. شوفوا البنات شفتوا كي نهزها هك كيفاش تتهز معايا ها. اما تو باش تحط لنا العصيده نفطروا منها. هاي تهز فيها هنا هذه العصيده شوفوا قديش حطري وريته تبرد وتزيد تشد روح سخونه ماما عليك. قلت لك ما نهزهاش بمغرفه العود على خاطر تشد تشد فيها برشا على الاقل هذه الحديد نجم تجبد منها جبدين. ها ويني العصايده تو تلمت ايه اوب تقلب تو باش نعملوا فيها الثقب. ها وين ادهني هنا ماما تو بالزيت تجي صب فيها الزيت تو ما باش نحط السكر. لا لا هزي بالاخرى خير لك عاملين على الجناب يما السكر نحبها راه. هاي ماما قاعده تصب على الجناب شتو محليها. تو البنات باش نحطوا فيها الزيت الزيت هاو الزيت هذه العصيده قلتوا لي كل مره يخفت نتاكلوا فيها بيديكم. اي فما اللي ياكل بيدي وفما اللي ياكلها بالمغرفه هي عزها باليدين تغسل يديكم وتاكلوا عزها باليدين. هاي تو ماشي باش ناكلوا العصايده ونعمل معها قهوه. بربي البنات باش نصب القهوه خليني نوريكم اذايا سالتني عليه اخت قالت لي فات على القهوه هذه بربي وريها لي عن قرب. ها هي اختي القهوه على قريب هذه هي القهوه على قريب على قريب هاني وريت لك الوحده نتاعها هنا باش نعملوا القهوه وين نمشوا نفطروا. تو نقعدو بسم الله ناكلو العصايده مثل كان هكا قولي ماما ناقصه سكر ولا لا. بسم الله شنو ناقصه شويه والله هنسع على جناب كيما كاينة في درجة بيتك. هيا البنات توا اش باش نعمل باش نلم الدبش الكل اللي عندي باش نخبيه دبش العروسات باش نحطو كيكة توا. ما عنديش خلوق باش نخمم هذايا باش نحط هنا الساعة باش نعرف حوايجي نتاع الحمام ونعرف حوايجي نتاع هما كل راهم باش يمشو يتغسلوا.
في الحمي هنا منشف ليا والماما، مفروض نحطهم من فوق، ما يسالش حتى نحطهم على جنب، نحطهم من بعد خاطر هما الاولين بالنسبه لي انا اللي يتحطوا، اللي نجبدهم مش اللي يتحطوا. مازلت فيها البخور الفاليز، خليها ريحتها طيبه. بيه هنا باش نهز هذي. باش ماما هنا ونكملوا نهزوا، باش نهز معايا باليز احسن لي عاد. شكون كيفي البنات كي يبدا ماشي للحمام البرتقال توا في البرد. وهنا البنات الحنة، عندنا الحنة للصبيغة. اول حاجه باش نعملها صبغه الشعر، الحنة ورق باش نرحيها، هذه باش تترحى ونوريها لكم من بعد. هذه هي، هذه هي حنة ورق، هذه يلزمها تترحى، نجمو تهرسوها ولا ترحوها، انا باش نرحيها البنات توا باش نرحي وبعدين نوريكم كيفاش تتعمل. هذه يلزمها بعد ما رحيتها يلزمها تتصفى، نوريكم الطريقه. توا البنات ماما باش نغربلوها الحنه ذي، عملناها كيك وبرا محسوب. ماما قالت لك ديما حنة العواد خير، الورق خير باش تعملي به خاطر مداوي الاخر. وذي باش نحطوها في الراس، لازم تكون حنة طبيعية هكاكا ماما. يزيك كيك ثانيين نزيد لك واحد. وهنا ماما باش تزيدها النسكافيه، حطي ماما النسكافيه هاوني، زادتها ماما هنا النسكافيه. فما حاجة أخرى البنات تتزاد معاه، تزيد معاها التاي الاحمر، اما توا حنا ماناش باش نخلطوها هنا، كان كي ندخلوا للحمام بابا ماما باش تبلها وتعملها في راسها خاطر شعرها قصير ماهوش طويل. باش تعملها قالت لك يزيني مش شعر طويل، ماما شعرها طويل كان مقصط وقصير على الاخر. باش تعملوا تعملوا شويه كيما قلت لكم، تخلطها بشويه ماء وشويه تاي احمر ونحطوها نحطها لها في شعرها، وتعمل صاشي وتقعد حتى للاخر شيء تولي من اللي تدخل تعملها، تعملها كي تدخل ما تعرفوهمك الجماعه اللي مسخوا الحمام بالحنه ذيك منهم ماما الحاسيل. وهذه الفريكاسي توا كي روحنا من الحمام وكيبات الفريكاسي وباش ناكلو هكا شتينا في ثنيه وعاملين عشاء شوربه وبريك. يا اخي قلنا خلينا ناخذ حاجه هكا سخونه ناكلوها. هيا ماما. وهنا طلعت للسطح باش ننشر الصابون، حاسيلو هاكم معايا في روتين اليوم ماك الصابون ديما قبل الحمام وبعد الحمام وندوشو في الدار نغسلو الصابون، ووقت اللي نبدلو الحوايج نغسلو الصابون. عادة انا مشاركش معاكم الروتينات هذيا، اما باش نعود نشاركها معاكم ان شاء الله. وحبيت نجاوبكم علاش للا ما روحتش معانا، سهل برشا عيش للا ما روحتش معانا، للا راهي لاباس، اما المشكلة فيش، المشكلة ان هي مازالت تكمل في المساج، اعطاها شهر ونص اخر الطبيب باش تعمل مساج، يعني عملت شهر ونص ومازال لها شهر ونص تكملهم، ومن بعد يولي يعمل لها هو كنترول يعني ان شاء الله تولي لاباس وتنجم تسافر وتتحرك، خاطر ماذا بينا اقل سفر واقل حركة احسن لها. حسيلو هذاك عريش ما جاتش، اما ان شاء الله اول ما ترتاح اول ما تولي معناتها لاباس وتكمل السيانسات نتاعها، خاطر كي تبدا معناتها عند على ايد وحده خير، هي الكينين اللي تعمل لها بدات معاها من الاول، ما حبيناش نفرعصه، مادام بدات من الاول تكمل معاها احسن لها صحيا لها هي خير، وان شاء الله ربي يشفيها ويشفي جميع المؤمنين يا رب العالمين. المهم هنا قاعدة نقرز ونحكي والله يا البنات العمر ريوفة والقضية ما توفيش، والحمد لله على كل حال، وربي يعطينا ويعطيكم صحة الأبدان. ما عندكمش فكرة قديش نهار يبدا شارجي، ما نبقاش تعب البنات، هز وحط وهز وحط،
جبت لمساسك تو بعد ما جهرتك كيكة تو جبت لمساسك مرة فما أخت شفت الحويج مغسولين قالت لي عودي أغسليهم قبل ما تنشري وهما راين ماشين تغسل وتشيح هذاك علاش تشوفهم خفاف أما هما راهم ندين. والله يا البنات ساعات تجي تعاليق نستغرب فيها معناتها مع كامل احترامي يا أخي أنا تو بربي باش نشرح حويج من غير ما نكون غسلتهم داير مرة عملتها معناتها عملت معاكم روتين متاع نشران الحوايج ومتاع معناتها قضية كاملة في نهار كامل يا أخي استغربت بقت في بالي الحكاية متاع كيفاش أنشري قبل ما تنشريهم أغسليهم يا رسول الله ديجا والله كي كنت نغسل نوريكم الماشين أما أنا ما عنديش سباس كبيرة باش نحط الكاميرات تصور الماكينة كيفاش تدور هما راهم شافوا والله الغرايب عجيب يعني كل شيء الواحد يتوقعه إلا إنه يتوقع اللي فما ناس سبحان الله خيالها واسع شاسع لدرجة إن هي كل واحد ونيته راه في الدنيا دي ممكن هي مستانسة بالتمويه أما أنا راني مستحيل نعمل حاجة دايرة نتصرف ديما على طبيعتي معناتها ذاك معناتها ساعات هكا يخليك تقولي يا شبيه فاتنا هكا ولا عمري ما حسبتها وقت اللي نعمل فيديو عمري ما نحسبها ولا نقعد نكمبس ولا نعمل سيناريوهات ولا حكايات ولا نقعد نلفق لي فما عايشة الحياة كيف ما هي ونعبر من جوارحي يعني نقول أنا من جواجية ما عنديش عليش معناتها باش هناني قاعدة عاملة جو على الياسمينة نسقي فيها برغم انها شحت لي مانيش عارفة عليش دوري بلاش ما كيفاش نكبط باش نمشي نحل الباب هذايا باش نجيب شويه نعناع الماء باش نعمل بيه كويس تاي هما كيفاش الفلات اللي حاطينها حتى زبيتي نيت راه حطيتهم هنا اي ها هو المفتاح هاي خرجكم معايا هنوريكم الزويتينات اهما الزويتينات شريت لهم سطل ومقبته من الرطب وحطينا فيهم الملح وحطيتهم هنا في الوسطيه هذه البنات الفليفلات وهاي تو نحلهم اظن باش نبدا نطلع في اولتي اما نيش نخرجها لبرا خاطر فما مطر ديجا بدو يحمروا شو سبحان الله في ساعه في ساعه بدو يحمروا كانوا ميلين على الحموري اخزروا يبدو هيك ويبدو بعدين يحمروا ولو شوف شطر بشطر قلت ماما مشيعين على الحموري ريتو كيفاش يولوا هاني جبت لك البنبلون سلك صحة وبالشفاء ليك شهوة ماما يا البنبلوني يا الملفة هذوما الحشي حسيب جبتها سخونة مازالت ماما سخون حاطتك عب جبت واحدة اخذت ما شاء الله اخذت شي تسعة ولا قد عائلة كاملة بياكلوا فيها كيكة بالواقف يا اخي قلت له انا لا خليها نحب واحدة تو طيب لي تو خزر لي وعمل لي وان خرنانة راني على طلباتي البنات وجبت البسيسة قلت لي نسيتي البسيسة جبت البسيسة لمام هاي البسيسة وجبت سطل باش نحط فيه الزيتون والخطاء ذاك تكسر لي مشيت خديت خطاء اخ بلاستيك وجبت البنان وجبت البنان شوية لوز باش نقعدو نعملوهم مام طلع شنو جبت لك مسكروه صح سلمك صحه وبالشفاء ليك كسكروت شنو هذي لا عملت انا صحيح وعندي كسكروت قلت لك كسكروت شنو هذي من الشارع راه ما عرفتني ما ضيع ما عملتش دجاج
ما انت نعرفك تحبي الدجاج، راني جبت لك كسكرو الدجاج نحي نفحتك منه من المره الاخرى، بقى في بالي من جايه مارس. كسكرو مفضل عند ماما، كسكرو الدجاج. جيب لك سكينه ماما ولا تشدي هكاك. هاي ماما كيفاش تحب الدجاج. تعرف قبل كي نسافروا احنا وماما وكل ديما تشري لنا كسكروت دجاج، لان هي تحب الدجاج. كي نبداو في الثنيه ولا في محطه ولا حاجه تقول شيكم كسكروت دجاج، عاد احنا ما نقولوش لا. يا حسره. هذا هو يبدا بالخبز العادي البنات، مش ولي باني ولا حاجه، بالخبز الباغيت يعني، الخبز قبل مش الباغيت، قبل الخبز العادي الكبير هذا كان تاع 220 ولا 240 حاصل هذاك هو. صحة وبشفى ليك يا ام. بشفيك يا ام.